قطع بتقول لعبة ادفنتشر واكشن وخيال علمي من انتاج شركة اكتيفيجن، نزلت للبي سي والبي اس 3 والاكس بوكس 360 في 2012. هنتكلم عنها النهاردة. قصة اللعبة بتحصل بعد سنتين من احداث الجزء الاول. جيمس هيلر العقيد في القوات البحرية الامريكية بعد ما رجع نيويورك من جولة في العراق يكتشف ان مراته وبنته اتقتلوا، علشان كده قرر يحارب مع الجيش الامريكي ضد فيروس البلاك لايت اللي انتشر في نيويورك بطريقة هائلة. هو في احدى الجولات بيهاجمه اليكس ميرسر ويديله جينات من جسمه وتديله قدرات خارقة زي اللي عنده بالظبط، اللي هو اليكس ميرسر يعني، ويصحى يلاقي نفسه في معمل لجينتك ويحاولوا يقتلوه، ولكن يهرب ويطلع برا المعمل يلاقي اليكس ميرسر برا ويقول له ان شركة الابحاث العلمية اللي اسمها جينتك اللي كانوا حابسينه واللي كانت مسؤولة عن تطوير البلاك لايت والقوات الخاصة بتاعت الحكومة اللي اسمها البلاك ووتش هم السبب في قتل اسرته، وان هو لازم ينضم لاليكس ميرسر عشان يحاربوا الحكومة ويوقفوا تطوير الفيروس وجيمس ياخد بطاره. القصة مليانة احداث وتتابع الاحداث فيها سريع نسبيا، والقصة هنا تعتبر عنصر رئيسي لنجاح اللعبة بعد الجيم بلاي الرائع. الجيم بلاي ناجح جدا، واهم عناصر نجاحه هي الحماسية والايقاع السريع والقدرات الخارقة اللي بيتميز بيها جيمس هيلر بطل اللعبة، اللي بتسمح له يتنقل بسرعة شديدة في المدينة ويحارب قوات البلاك ووتش والحكومة والوحوش بسهولة شديدة، وتصميم الخريطة اللطيف اللي بيخلي التنقل سهل وبيقلل نسبة انك تدوه بشكل كبير جدا. اما الستيلس اللي فيه ميشونات مش هتكمل من غيره، فكان تافه جدا بسبب قدرة البطل على اخذ شكل اي حد في ثواني من غير ما حد يحس. كل اللي هتعمله انك هتعمل كونسيوم لشخص معين مسموح ليه بدخول الحتة اللي انت عايز تدخلها وتاخد شكله، والموضوع خلص خلاص. ستيل سهل جدا، فرصة الفشل فيه شبه منعدمة، ما نقدرش نقارنه ابدا باي لعبة فيها ستيلز محترم زي سلسلة هيتمان او اي سلسلة العاب اللي ستيلز فيها شيء اساسي. اما منظومة الليفلينج والابجريدز فكانت متقنة وبمستوى صعوبة متوسط، ما يخليهاش سهلة جدا ولا شبه مستحيلة. في مجمل الامر اللعبة بتقدم تجربة فريدة من نوعها من حيث الجيم بلاي اللي كان احسن كتير من الجرافيك والستوري وباقي عناصر اللعبة. جرافيك اللعبة ما كانش مستوى باقي العناصر، وكان سبب في انخفاض تقييمات اللعبة في معظم المواقع. مدينة نيويورك بعد ما اتدمرت في اللعبة معمولة بطريقة شبه مقبولة، المباني والاشخاص والوحوش والعربيات معمولين كويس، الريفليكشنز شبه منعدمة، اما التيكتشرز فمش متقنة وجودتها منخفضة نسبيا. جرافيك اللعبة ضعيف ولكنه مش وحش، لا يقلك بس لا يقارن ابدا بجرافيك لعبة زي اساسنز كريد 3 او كول اوف ديوتي بلاك اوبس 2 او نيد فور سبيد موست وانتد 2 واللي نزلوا كلهم في 2012 سنة اصدار اللعبة. الساوند تراكس اللي في اللعبة عددهم 16 تراك مدتهم كلهم على بعض ساعة. التراكس بتشتغل في ميشنز معينة بس، وهي الميشنز اللي بيبقى فيها حدث مهم في الستوري. غير كده بقى مفيش موسيقى بتشتغل خالص، سواء وانت بتلف في المدينة او وانت بتعمل سايد ميشن او اي ميشن غير ال 16 اللي فيهم الاحداث الرئيسية، ويمكن دي كانت غلطة كبيرة جدا من الديفلوبرز. اما الساوند افكتس بتاعت الاسلحة النارية ما كانتش دقيقة جدا زي العاب الاف بي اس، لانك نادرا ما هتستخدم الاسلحة النارية لانها لا تقارن ابدا بقدراتك الخارقة اللي هتعتمد عليها اعتماد رئيسي في القضاء على الاعداء. اما الاداء الصوتي للاشخاص كان معمول كويس جدا وبإتقان. تقريبا انا اول واحد اتكلم عن الكات سينسز كجانب من جوانب الريفيو، بس اللعبة قدمت كات سينسز رائعة من حيث الوان التصوير اللي كانت الابيض والاسود والاحمر، ويمكن ده شيء ما حصلش في العاب كتير او ما حصلش في العاب قبل كده اصلا. والكاميرات وزواياها كانت ابداعية الى اقصى الحدود، الكاميرا العبقرية وزوايا التصوير والالوان هيخلوك تحس انك بتتفرج على مشهد من فيلم رعب او ميستري مش مجرد لعبة عادية. في نهاية الريفيو تقييم اللعبة من وجهة نظري 8/10، بس ده ما يمنعش ان هي تجربة ممتازة وشبه كاملة واخطائها قليلة، وانصحكم تجربوها. وياريت لو الفيديو عجبكم تدعموني بلايك وشكرا.